يخرب بيتك يا سومة، هكون مين والله يعني يا اختي؟ خبطيني. اسكتي، رجليا فقفقت من كتر اللف والدوران، كل ما اجي لك البيت يحصل لي نفس الحصله المهببه دي. جدع جاي من عند جديد. ايوه يا اختي، بس عديت على الكافيتيريا الاول، غيرت هدومي ولبست البتاع ده. طب ايه بقى الجديد عندهم؟ اسكت يا رحيل على اللي حصل، دي الدنيا ولعه ولعه نار. مش سعاد قفشت كوثر وبدر مع بعض، ومن ساعتها وهي قافشه في صفيه، وهاتك يا ردح وهاتك يا ندب وهاتك يا عيط وهاتك يا اسود ويا اختي، ما احكيلكيش وما اقولكيش. تلاقي البت سعاد فضحتهم في كل حته. بس تصدقي صالح صعبان عليا، الواد مش حمل البهدله دي كلها، ده هيتصدم. وبرضه اهله ناس طيبين، الله يكون في عونهم. يا اختي بطلي الخيبه والطيبه اللي انت فيها دي، هتفضلي هبله كده لحد امتى؟ ما يصعبش عليكي غالي، مش ابو صلاح ده اللي ساعد بدر انه ياخد المعرض بتاع ابوكي؟ نسيتي ولا فكرك؟ وبعدين يلا كل واحد يشيل شيلته، إلهي يولعوا كلهم مع بعض بلا فقر. المهم قوليلي ايه الحاجات الجديده اللي انت جبتيها؟ فكرتيني، تعالي اوريكي. وريني. بصي بقى، الله اكبر الله اكبر. بصي ايه ده، ايه رايك؟ اللهم صل على النبي. دي كده بتتحط هنا فوق، ايه رايك؟ وعليها حزام طبعا. وبصي دي، بصي ايه يا رحيل، وانت يا اختي هتبيعي هدوم ولا ايه؟ يا وليه ابيع ايه، دي هدومي. هدومك؟ اللهم صل على النبي. بس يا رحيل هتلبسيهم امتى وفين؟ حلوه دي. امتى وفين ده ايه؟ هلبسهم وقت ما احب ومكان ما احب. عارفه يا سومه، الفتره الجايه دي انا عايزه اركز على شكلي عشان ابقى بزنس وومن. اه معايا. انت يا اختي بتقولي كلام مجعلص وانا ما بفهمهوش. يعني سيده اعمال يا سومه. اه اقابل بقى تجار كبار، موزعين، اسافر معارض دوليه، والناس دي بقى يا سومه ما بيركزوش غير في الشكل. بنركز غير على الشكل؟ طب بقول لك يا رحيل يا اختي، انت حبيبتي، ما كمان تظبطي لي شكل انا كمان، وتجيبي لي كده حاجه كده مكسمه ومقسمه، يمكن اركز معاكي. طب هجيب لك حاجه.